يعني ايه هربت؟ اصرفها من اهل بنك دي؟ ها؟ وانت كنت فين؟ ها؟ كنت فين؟ انا سايبك في البيت ايه؟ اوفا انا مش قايل لك عينك ما تغمش من عليها؟ والنعمه ما قلتها كان؟ وانت دماغك دي فيها ايه؟ ها؟ فرضنا ما قلتش، دماغك دي فيها مخ ولا كبده؟ والنعمه ما خدت بالي، حاسب هتكسر دراعها كان؟ انا كنت في الحمام. يا ابا يعني كسرت كلامي. عملتني قرطاس طعميه مزيت. يا فضحتك في السوق يا كان، الناس هتقول علي مسخه. المسخه راح، المسخه اجى. طب اعمل ايه يا طيب؟ اموت نفسي ولا موتي؟ افتح الباب يا بنت، افتح الباب. شرفي شرفي يا عالم، شرفي ولحمي ودمي. اخسرتك يا كان، هزيلة شباب بورسعيد. نفوخي نفوخي نفوخ هيضرب يا جدعان. حد يقول لي اتصرف ازاي؟ اعمل جنايه؟ مالهاش غير الحل ده، هعمل جنايه. اهي اجت اهي يا اخويا، اهي دي اكيد. حتى لو رجعت لازم اعمل جنايه. يا كان هتودي نفسك في ده يا اخويا عشان ما تفكرش تعملها تاني. يا كان اهدى يا كان، يا كان روح من وشي سغوري لا افتح لك نفوخي. يا ايه يا كان؟ ما تموتنيش يا كان، ما تموتنيش. افتكرتك حد تاني يا جابر. قاسيني يا شيخ، خليتني قطعت الخلف. يا عم انت قطع الخلف من حرب 56. نعم، عايز يقفل انت الفقر دي. الايجار اللي متاخر يا كان. بعدين يا جابر بعدين. انا جيت امبارح للانسة اختك وقلت لها ان النهارده اخر ميعاد، ايدك باع الفلوس يا كان. يا عم غور من وش السعاده، ودي اللي بهد البنت ده اللي فيه. انا بكره ما عليا ادفع فلوس وانا متعكنن. امشي بقى غور، روح اتمشى، يخرب بيت دي حكايه. فضحتك في السوق يا كان، هيقولوا عليك ايه؟ المسخه راح، المسخه اجى، بقيت الامبي. النبي ياما دقات النقص بتاعتك دي ما تعمليهاش، يعني لو حطوا لنا اكل ما تكبشيش. ما تخافش يا حبيبي، ده انا هشرفك. وانت يا جندي اوعاك كل شويه تقول لي انا عايز شوكولاته وعايز عصير وعايز اروح الحمام والحاجات بتاعتك الغريبه ديت. اوعى. ماشي يا اخويا. ماشي يلا يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، اتكل على الله. طول بالك يا كلب، غوري من وش فليلتك. يا مساء الورد والجمال والفل والياسمين. اللي جابك يا شكرمو في الليله العتمه دي؟ هي معلمه، انا جاي على حسب الاتفاق اللي ما بيننا، عايز اتجوز يا معلمه. خلاص يا حبيبي خلاص يا اخويا، جبرنا ابعد وقت تاني نكون فاتحين، واسحب الفاميليا في ايدك وحاسب لا يقع منك في بلاعه مفتوحه. ليه بس كده يا معلمه؟ يلا غور من الوش. خلاص يا معلمه. يلا مالك علينا يا اخويا. امشي. استنى يا واد يا عجه، واد يا عجه. انت لسه واقف؟ الايجار القديم كان، الإيجار القديم من عينيا. غور، روح اتمشى وخدي معاك عشان كل ما تبص لها تفتكرني. امشي. انا ماشي يا كان، انا ماشي، بس فلوسي مش حاسبة عليها يا كان. خرب بيت الحكاية. السلام عليكم. ازيك يا بابا؟ الحمد لله. وحشني جدا. ازيك يا بابا؟ الحمد لله. ازيك يا بابا؟ الحمد لله. انت ترسمي ايه؟ برسم نجمة. يعني انت ترسمي نفسك. انت سكر. يا بطل. السلام عليكم يا عزيزة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ بتسأل على أخبارنا ولا أخبارها؟ باين عليكي مش متضايقة من وجودها. الشهادة لله يا سعيد، البت من ساعة ما جت ما ونتش، كنست ومسحت وجهزت الأكل وهي واقفة تشتغل في المطبخ دينامو.
حلو ما شاء الله. بس قولي لي العيال مش مستغربين من وجودها؟ بالعكس دول طايرين بيها طير. وهي طلعت بنت واعيه عرفت تاكل بعقلهم حلاوه، الظاهر عليها شاطره قوي. بس بقى اللي متضايق من وجودها انت عارفه كويس. قطم تضايق زي ما تحب، سيبك منها. لا يا سعيد، الست اللي في حاله زي حالتها يتخاف منها. كبري دماغك يا عزيزه. اقوم احضر لك لقمه تتعشى؟ لا انا هلمي حاجتي وطيران على شقه القدره، اصلي النهارده ميت من التعب. عايزه تحصل لك اي مشاكل بسبب؟ لا مفيش مشاكل، ربنا ما يجيبش حاجه وحشه. هو انت شفت الكن النهارده في السوق؟ لا ما شفتوش. الكن محرج عليه يدخل السوق باوامر من كبير السوق ذات نفسه. بص يا نعمة، انا مش عايزك تخافي، طول ما انت هنا لا الكن ولا مية زيه يقدروا يعملوا معاكي حاجه. طب لو رمت نفسها في البحر مش كان زمانها قبت؟ ولا على الأقل كانوا الصيادين طلعوها؟ يبقى ما فيش غير المشرحة. معقول دي تبقى آخر تيكانوجا؟ معقول تكوني عملتيها؟ معقول تكوني موتي نفسك عشان جبرتك على الجواز من العجة؟ باله العجة بس كان راجل يستورك والسلام. مدشتش يا أم مدشتش. مالك يا عزام؟ كنت بتتشاكل ولا ايه؟ ده منظر واحد يتشاكل يا بنت انتي. انا كنت طول النهار بجري على المام يا اختي. بتجري وبتجري وبتشقى ان شاء الله يا بعلي. مش شغلك غور، يلا هاتيلي ميه بملح احط فيها رجلي اللي دابت طول النهار. منهم لله ولاد اللذين اللي شحتوك من شغلك. ويا ريت حد راضي يساعد يا أمه، لا ابن خالة بينفع ولا أخت بتنفع. ملوش لازمة الكلام ده يا عزام. أنا كلمتها دلوقتي يا أمه، أنا كلمتها.
الواد اللي زهنه الدلدل علشان تنزلي معاه دمياط تشوفي له شغلانه عند اللي اسمه عاطف ده. نعم، وانا قلت قبل كده ماليش صلاح بالموضوع ده، اللي عايز حاجه يبقى يعملها بنفسه. بالحق يا عزاه، انت ما قلتلناش انت بتشتغل ايه هنا دلوقتي؟ يا خرابي لحقت يا ولد، انت لحقت يا خرابي حالك. معلش يا بنت ام وابويا، حقك علي، سامحيني لو كنت ميتة ولو عايشة سامحيني برضو، لأن أول ما حشوفك حموتك بإيدي. يخرب بيت حكاية. خد مني شماسي، شماسي يا حضرة، ورد الصين، ورد الصين دي، ومعايا ورد أمريكا. شمسية؟ طب معطر، طارة، طيب فوطة، أي حاجة نفعنا. حبيبنا نفعنا، الله يرضى عنك ويصلح حالك، نسترزق، الله يكرمك. يعني مش هتاخد حاجة؟ يعني أي حاجة أنا؟ ماشي، الله يصلح حالك. طب بقول لك ايه، ممكن تاخد مثلا مني شمسيه؟ طب اللي تدفعه خد شمسيه، انا عايز ابيع لك فريزه. تشكر يا سيدي، الله يكرمك يا عم، ربنا يحفظك، الله يخليك. البت فص ملح ودهب، الله يسامحك يابا، ادي اخر خلفه البنات. وارد الصين يا اخوانا، وارد الصين، شماسه، شمسة تقيك من حر جهنم ان شاء الله، ربنا يكرمك يا باشا. دريكسيون عجلة، اتفضل يا سيدي. وارد امريكا، صنع في امريكا، معطر يا سيدنا. بقول لك ايه، محدش عايز ياخد مني. طب اهدوا يا جدعان وخدوا مني حاجة. ايه، مفيش حد عايز يشتري وارد الصين؟ تاخد شمسة يا سيدي، تاخد حاجة من هنا. طيب دريكسيون يا معلمي، بقول لكم ايه، طب ممكن تاخد شمسة معطر يا سيدي. زمان ما جراش حاجة يا ميمي. لا جرى، بس انت جايب طبال تاني غيرك. ليه؟ ها؟ ليه؟ من امتى نفوزة بقت الست يالا؟ ما انت عارف يا دوكو، هي بريمو هنا، انت اساسه مخالعة. وانا اللي جايبها، وجايب سوسو قبلها، يعني كل واحد يحترم نفسه ويعرف مقامه بالتي هي احسن. انت ما تسكتيش. ستوب ستوب، في ايه؟ في ايه يا جماعة؟ مش عارفين نعمل برافو. مفيش يا سيدي فوفا ده. لا، فيه ونص وتلات اربع كمان. اولا فوفا ده الاسم اللي انا مختارهولي كنفيسة، ثانيا بقى انا اللي عملتك وانا اللي جبتك هنا، ولو تحب اعرفك انا جابك منين، ما عنديش مانع. انت ازاي تكلمني بالطريقة دي؟ امال اكلمك ازاي يا رخالتك؟ بت فوق روحك، انا بطبل وراكي اه، لكن لما تكبري ما تكبريش عليا. اتهوى من هنا يا مذكور، مش هشغلك معايا حتى لو دفعولي فلوس. ايه تشغليني معاكي يا بنت؟ انت اتخبطت في نفوخك؟ ده انت اللي شغالة معايا يا نفوسة. يا صديقة الطلبة. انا صديقة الطلبة؟ ماشي يا مذكور، انا هوريك مين هنا الكبير ومين اللي كلمته هتمشي على التاني. ميمي اتصرف. ميمي اتصرف. انت فاكرة نفسك سرقصة؟ ده انت ناقصة نص لبة، ده انت محتاجة عجلة زيادة وتبقي تبطل. انت وريتك يا قلب عليك، خايفة من الوقعة اللي هتاخدها على مهلك شوية عليه.
اذنك يا معلم. مالك يا ريس؟ مش في الفورمه ليه النهارده؟ فيش يا انت. اسمع، لو الحاج اجا قول له انا وصلت مشوار وراجع على طول. حاضر يا ريس. ايه العباره بالظبط؟ مشاوير مشاوير مشاوير، ولا حد فاهم للناس دي حاجه يا جدع. ايه احنا بقى هنقلبها محدوده زي النسوان ولا ايه؟ ما تخلينا نشوف اكل عيشنا. فين يا عم توت؟ طب وبعدين يا كارل، هتقول ايه للناس؟ اقول لك روح بلغ في اسم البوليس، بس لا، هيسيبوا الحكايه ويقفشوا في قفك انت. مش بعيد يقولوا انك غتتها وجاي تقفلهم. لما رجعنا من التهجير سنة 75 كان سعيد وقتها عنده، كان عيل صغير، وعنها والمنطقة الحرة اشتغلت. راح توفيق الله يرحمه ساب الصيادة واشتغل بالتجارة. يعني في الأول كانت شغلة أبو سعيد صياد وارثها أبا عن جد. وسبحان مغير الأحوال، كان دايما يقول لي يا عزيزة في التجارة 19 الرزق، وطلع كلامه مظبوط. أدينا هو الحمد لله زي الفل والحال ماشي. وسعيد دايما يزن عليا ويقول لي يا أمه نسيب البيت ده ونروح في بيت تاني، وأنا أبدا راسي وألف سيف ما سيبش بيتي القديم لو حيودوني فين. والسعيد قاعد معاكي هنا على طول؟ لا، أول ما اتجوز قاعد في شقته اللي في حي البودرة، لكن يا كبدي بعد حادثة صفوان اتشائم منها، جاب العيال وإجم قعدوا معايا هنا. وهو ايه اللي خلاه يطلق مراته؟ لا دي حكاية طويلة، ابقى احكيها لك بعدين. صباح الخير. يسعد صباحك يا ابني. ايه خير؟ مبدر يعني النهاردة؟ رجع استحمى وغير هدومي. عامله ايه نوجه؟ كويسه الحمد لله. وطبخين ايه ان شاء الله؟ فاصوليا ان شاء الله. اهلا 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 اهلا، وحشتوني. ها عملتوا ايه في المدرسه؟ انا جبت نجمه. برافو شاطره، هاتي بوسه. وانا جبت الدرجه النهائيه في امتحان الحساب. يا حلاوتك انت كمان تاخد بوسه. لا ما تدوسيهوش ده راجل. طيب يا غلبويه اغسلي ايديكي على ما اجهز لكم الغدا. طب ممكن اقعد على الكمبيوتر شويه؟ الغدا الاول وبعدين الكمبيوتر. ايه يلا بقى يلا بقى، هعمل لك فاصوليه في الزمن يا كان. بعد ما كنت 6 سلندر والارض بتتهز من تحتك، تبقى خرقة وتمسح بيك البلاط. رحت وراحت ايامك يا كان. البس لك طرحة وداري وشك بدل ما حد يشوفك ويعرف انك قرطاس مسخة.
بيشديني بتاع 19 20 سنة. طب ما تقولي 15. انت بتهرجي ولا بتتمقلسي عليا؟ روحي يا بت، روحي شيلي اللغمطة اللي انت عاملاها في وشك دي. ماني شايلاها، انا حرة وانا قاعدة في البيت اعمل اللي على مزاجي. اخ يا بنت بختي فيكي. بقولك ايه يا قمة، اسمعني. استني بس استني. خير، عايزة تقولي ايه؟ اصلي يا سعيد اتأخر قوي فوق، تفتكري بيعمل ايه؟ يا دي الفضيحة أم جلاجل، يا دي الدهية أم حناجل، بقى كل ده يطلع منك يا نوجة؟ دي بقى برا البيت ليلة بحالها. الله يسامحك يابا، أدي آخرة خلفة البنات. تبان عليك مستجد. ما يغركش داني ابن ناس والله العظيم، بس هي الظروف اللي بتتكرر. لازم تتعود على كده، كل مره يشدونا ويتسلوا علينا. تسلوا علينا ازاي يعني؟ هتعرف دلوقتي تسلوا علينا ازاي. منك لله يا سعيد يا ابو المكارم، انت وعمك ومعاكم اطم كمان وفوقكم حياه. يلا. لو كنت كويس ارجعي وانا مستعد اسامحك، بس ارجعي ارجعي اعملي معروف، ارجعي نوبك في الكنيسة وقابي يا شيخة. يخرب بيت دي حكاية. برتاح عليا شوية يا عمنا، حاكم انا مخي تخين حبتين. خلاص نقول كمان المسألة سهلة اوي، عاوزين نرمي لنا قرشين حلوين في بحر السوق ومش ضروري نصطادهم تاني. قصدك زي القرشين اللي رميناهم في السوق قبل كده؟ لا، المرة دي قرشين نضاف، نفتح محل نبيع فيه شوية حاجات، مش مهم نكسب، المهم رجلنا تبقى جوه. أظن فهمتني دلوقتي يا قرش. يعني طشاش انت قصدك نبقى ستارة ونلعب من وراها زي ما احنا عايزين، مش كده؟ يا عيني عليك فهمتني دلوقتي يا قرش. والمحل اللي عليه العين موجود في ظهر وكالة سلطان على طول، لكن ده مقفول من زمن الزمن، لا انا ولا حد من السوق نعرف له صاحب. انا بقى اعرف صاحبه كويس. مين؟ يسلمك. انت مين يا ابني؟ انت مش عارفني؟ انا محمود، محمود الجن اللي ساكن في الشارع اللي وراكم، زميل ابنك عماد. انت كنت معاه بره؟ خير يا ابني؟ كل خير ان شاء الله. اصل عماد كان مديني جواب علشان اوصله لك. اتفضل. اصل كل الجوابات اللي كان بيبعتها لك قبل كده ما كانتش بتوصل، كانت بترجع لعدم الاستبدال على عنوانك. بس الكلام ده كان من حوالي 9 10 اشهر قبل ما يسيب ايطاليا. انا كمان كنت راجع على طول، بس بقى رحت فيينا الاول وبعدين. متشكرين يا ابني، الف شكر. متشكرين. السلام عليكم. السلام يا حبيبي. السلام. خير يا عم الغور؟ خير يا بنتي. جواب، جواب من ابن عماد. والله؟ ايوه. طب يا رب خير. خير يا بنتي، خير ان شاء الله. والدي الحبيب،
وحشني، مش قادر اوصف لك البلد كلها وحشاني قد ايه، لكن ما باليد حيله واكل العيش امر من العلبة. الاحوال هنا مش تمام، الناس مش سايبانا في حالنا وكل شويه يضايقونا. كتير من زمايلنا ترحلوا، وانا بكره ناوي اسيب ايطاليا واروح ادور على شغلانه في حته تانية. اوروبا واسعه ورزق على الله. المهم ما تتعبش نفسك وما تحاولش تكلمني عن النمره اللي انا سايبها لك، لان محدش هيرد عليك. لما استقر هبقى ابعت لك تاني. مع اطيب تحياتي، ابنك عماد. سام وتهرد ضربة على قفايا، دي الحكاية باظت وزاطت يا جدعان. معلش معلش، تعيش وتاخد غير. عايش فين تاني؟ هي دي عيشة؟ دول بيحاربونا في رزقنا يا عمة. ويا حسرة على 20 جنيه اللي بترجع بيهم آخر اليوم، مهدود زي الخرقة. يا عمة سكتي البت دي، أنا مش قادر أرفع إيدي كده وأضربها، ولا أضربيها أنت بدالي. أنت جيت يا عزام؟ يعني كنت عايزانا بات في التخشيبة يا أختي. انتي لسه حاطه الهباب ده في وشك؟ سيبيها يا اما تتعايق وتتضايق، واخوها مضروب في الاقسام على قفاه، ما هو خلاص الدم بقى ميه سقعانه. اديتيه واحده هنا يا نهار اسود. والله لو عملتي له اللالي ووقفتي له على السلم ما هيعبرك. انا عملت كده عشان خاطر نفسي مش عشان خاطر حد تاني. سيبيها يا أما سيبيها، ما احنا بقينا في زمن لا فيه قرايب ولا فيه اخوات. عارفه يا أما المخبر اللي استغلني ايديه قد مجدل سيبس كلها على قفاها. انت عايز ناجي معاك طمياط يا عزام؟ ماشي، جهز نفسك من بكره الصبح. صبح؟ وبكره الصبح ليه؟ ما نطلع دلوقتي. دلوقتي؟ ايوه، نبات عند فريال ونلحق النهار هناك من اوله. ماشي يا عزام، هخش غير هدومي واجي معاك. هي غيرت رأيها بسرعة كده ليه؟ ربك لما بيريد هنعترض؟ ايدك بقى على 50 جنيه حق المشوار. يا اخي 50 عفريت لما يركبوه. يا واد انا لسه بايع الجوشتين الذهب بتوعي عشان اطلعك من اللومات. ايه يا عميل؟ انا شايفك مدكنة حبة كده في البوك. انا معيش غير 30 جنيه اهم. 30 جنيه ايه؟ اه خد. طب وعشان خاطري؟ ما هو 20 اهي خد. عطا يلا يا عطا. الواد ضحك عليا وخد الخمسين. يلا يا عطا. مساء الفل يا ابو النسا. على فين العزم يا عزام؟ رايحين نقلب عيشنا في حته تانيه بعد ما تسدد في وشنا هنا، والبركه فيك يا ابن خالتي. اصل عقبال املتك نازلين دمياط. حبايبنا هناك كتير، وانت عارف دمياط كلها خير. ربنا يكتر الحبايب. تحبوا اوصلكوا؟ ما تشكرين اخويا، مش عايزين نتبك معانا. براحتكم. ايه براحتكم دي؟ ده ما صدق. طب واحنا هنركب ايه دلوقتي؟ تاكسي. جوه قدام تاكسي. تاني يا قطم، بتورطي نفسك تاني؟ لحد امتى هتفضلي تخسري نفسك كل حاجة؟ يا بنت يا بنت، انتي بتحبيه وميتة فيه، في ايه بقى؟ مش معبرك يعني؟ اصبري، بيصيروا يلين ويحن ويرجع لك تاني. وإذا كان على البيت اللي جت معايا فدي آخرها خدامة، مش شكله يعني واقع فيها ولا حاجة، لكن لا ونضمن منين؟
كل الرجالة صنف واطي ودون كلهم. اعملي بختك يا وطن، اديك رايحة للنار برجليكي. يا اهلا يا امينة، اتفضلي. اصل انا قلت يعني ان انا اطلع اقعد معاكي شويه لان البت نايمه العيال وهي كمان غطست في النوم. ليه؟ امال فين قطع معزان؟ هو انت ما تعرفيش؟ مال ولا خد البت تحت باطه انكاشي وطلعوا على دمياط من شويه كده. على دمياط؟ ليه؟ خير في حاجه؟ لا مفيش، مفيش حاجة تجرس. بس بقى بيني وبينك، ربنا يهدي سر البيت وترجع لجوزها اللي حيموت عليها. تاني يا أمينة؟ تاني بتزني عليها ترجع له زي ما زنتي عليها تاخده؟ لا وحياتك، ده هي من نفسها اللي قالت لعزام يلا بينا نطلع على دمياط. الظهر قلبتها في دماغها وقالت أبص لمصلحتي، مدام الكل بقى ماشي ورا مصلحته. بس بيني وبينك بقى، ادعي لها ان ربنا يهديها. ربنا يهدي الجميع الا بالحق. تطلع مين اسم النبي حارسها دي؟ دي بنت شاطره ولهلوبه اسمها نوجة. يا نوجة تعالي يا نوجة. ايوه يا حاج. تعالي يا نوجة، تعالي سلمي على اختي ام عزام. اهلا 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 وسهلا. اعمل لكم شاي؟ لا انا ما بشربش شاي بالليل، ما بعرفش انام. انا بقى بشرب الشاي واخش السرير انام على طول. حاضر. سكر زياده يا سكر انت. حاضر من عينيا. ما قلتليش يا عزيز، هي قاعده معاكوا هنا ليه؟ ما تخلينا في سيره دمياط احسن. قولي لي يا امينه، مالك يا اختي تحت عينيكي تعبان كده ليه؟ تنوع عليها سيد المعلمين. مش عارف. يخرب بيت دي حكاية. يخرب بيت دي حكاية. ده خشب طبيعي 100%، ده غير التنجيد. التنجيد ده ما تلاقوش في أي محل تاني. اتفرج بنفسك. شوف التصميم، شوف الالوان، احلى من بضاعه زمان. ده انت عند عاطف ملك النابوليا. امال ايه؟ ما تلاقيش البضاعه دي لا خشب ولا تنجيد ولا الوان في اي معرض ثيكا موبيليا. عزوم
دمياط منوره ليه؟ هتاري عزوم هنا واخت السفير عزيزه، اتفضلوا صدق وامن. قال لي ما مصدق نفسي، حد يفوقني لاكون مسوره يا جدعان. ازيك يا عاطف؟ ازاي؟ كويس طبعا. بتشربوا حاجه؟ هو احنا جايين نضيف؟ وماله؟ مش عارف، اموري. انا جاي اتكلم معاك في الموضوع، الموضوع اللي اتكلمنا فيه قبل كده يعني. موضوع؟ موضوع ايه يا عزام؟ ما تتكلم يا جدع، انجز. هو انا مخي دفتر؟ جراي يا عطوف، موضوع الشغل يا جدع. شغل ايه؟ انت شكلك بتنسى ولا ايه؟ قصدي يعني الموضوع الشغل اللي احنا اتكلمنا فيه، اني اشتغل معاك في الموبيليا والخشب والذهب الابيض. اخويا، وماله انت تؤمر؟ تحب تستلم الشغل من امتى؟ رقبتي. يا سلام، هو ده العشاء مع الطوف. شو قلت لك يا قطم؟ طب حس بقى كده، يلا بينا. ايه على فين؟ لحقتوا تقعدوا؟ مش ترتاحوا من عذاب الطريق؟ انت ما يتقعدش معاك اكتر من كده. ليه كده؟ اقصد يعني سايبين اما عيانه وطريق بورسعيد الفرصه الجايه. هبرجع لك بعدين يا عطوف نتكلم في الموضوع. مستنيك يا ابو نسب، مستنيك على نار. عايز ايه؟ اللي عايز ايه؟ تقولي لي ماما عيانه، ماما مالها؟ ده ماما حلوه. ايش معنى جبتني معاك بالغصب يا اخويا؟ ده انا اول ما شفت خلقته كنت عايزه ارجع على المكتبه. ترجعي ده انت كان ناقص تشتميه وتلطشيه القلم على وشه. ما كان عمال يبصبص لي، كنت عايز اعمل ايه؟ كويس ان انا ما اديتوش بالجزمه. الجزمه ما يبصبص لك يا اختي، انت لاقي حد يبصبص لك؟ لاقي حد يبصبص لك؟ استني بقول لك. انا عايز ارجع بورسعيد دلوقتي حالا. هو احنا الحين نيجي عشان نرجع؟ تعالي. لو ما جيتش معايا هروح لوحدي. يعني ايه تروحي لوحدك؟ كفر يا اللي مستنيانا على الغدا. عزام خلاص، امري لله، خلاص. اتفضلي ده انا بنات ميري.